لأكلة السلطان أو طاجن اللحم البتنجان على الطريقة التركية بدنا كيلو لحم عجل لرأس عصفور، حبتين بتنجان كبير مقطع ومشوي، حبتين ثوم مهروس، بصل كبير مقطع شرائح، حبة فلفل أحمر حلو، حبة فلفل أحمر عفوا أخضر حلو كمان، يعني واحدة حمراء وواحدة خضراء، كيلو بندورة مفرومة، ملعقة كبيرة رب البندورة، ملح وفلفل أسود، وملعقة صغيرة زعتر بري. بدك تحكي البشاميل؟ تمام، لصوص البشاميل في عنا بشاميل بالتأكيد، ولصوص هذا البشاميل اللي بنحتاج كوب طحين و 150 جرام زبدة ونص إلى لتر حليب حسب الحاجة، 100 جرام جبنة أشقوان، ملح وفلفل أسود. تمام 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 تمام. تفضل. كيف نبلش؟ هلا أول إشي بدنا نقلي اللحمة، وقبل ما تستوي اللحمة بنعمل صوص البشاميل عشان أورجيك إياه. حلو كثير. أنا مبدئياً عجبتني الطنجرة، كنت عم بحكي لك عن الطنجرة كرموشة طنجرة كتير. إيمان إنه كرموشة و... ولذيذة، لونها زهري عرايسي الطنجرة. طنجرة زهرية ولطيفة، مش ألعاب الطنجرة عن جد. اوكي، هلا طبعا اللحمة مغسولة ومصفية وكل شيء، وهي عندنا الزيت، وبدنا نقلي اللحمة بالزيت. أنا معلم أكل زي ما بحكي لك عبد الله خليفة. صحة وهنا، ما في مشكلة، الأكلة هاي كثير زاكية ورح تعجبك. شايف هلا احنا قلينا اللحمة قبل ما تغير، بس تغير لونها، ما بدنا نقليها قلي يعني، ما اخذت وقت، سريعه. طبعا ست البيت تقدر تاخذ راحتها اكثر منا، لانه نحن بتعرف عندنا وقت ملتزمين فيه، بس ما بدهاش كثير وقت اجمالا، او بجوز عشان الطنجره رهيبه لانه لونها زهر، مفعول الطنجره فستحت اللحمه من انه هيك طنجره ما تسوي فيها بسرعه. خليها هيك تاخذ راحتها، بعدين بنزيد لها شوية مية عشان تنسلق على راحتها، بعدين احنا بنعمل البشاميل بهذا الوقت، بس تقريبا بحدود الكاسة. نتركها على النار تستوي ونحضر البشاميل. اوكي، هلا البشاميل اللي بنعمله بيختلف عن البشاميل التركي الايطالي، شوي صغيرة. هلا بتشوف طبعا انت بتعرف اني انا بضلني اقول تمام، عفوا الصبايا بيعرفوا بضلني اقول تمام، فمتعودين علي. هلا البشاميل زي دائما بنحط زبده وبنحط، نخلي الزبده تذوب، نخلي هذا خليه يستوي على راحته، خلي الزبده. هبه بزلميط بتصبح عليكي، يسعد صباحك يا هبه. يا صباح الخير والياسمين، يا احلى برنامج واحلى قناه، شكرا جزيلا يا هبه. نيفين يوسف صباح الفل، دائما منوره يا ست ايمان ومبدعه، نوركم هذا حبيبتي. وام لي تحيا صحتك لك، صباح الخير منورين الحمد لله على سلامتك. شيف ايمان الله لو سمحتي بدنا طريقه عمل الفوتوتشيني بليز، مع الشكر الجزيل. عملت الفوتوتشيني حبيبتي، اذا بتفتحي على اليوتيوب بتلاقيها، واذا بتفتحي على صفحتي بتلاقيها، عملت لكم اياها جديد يعني قبل رمضان بكم من يوم. تمام، على كل حال هي كمان سهلة كثير الفوتوتشيني. من الأكلات هلا بنزيد الطحين وبنحمصه بالزبدة، حطينا زبدة هلا عم نحط طحين بنحمصه بالزبدة زي ما بنعمل البشاميل الإيطالي عادي. لهلا نحن نفس الشيء، بس الفرق هلا رح أشوف الصبايا إنه بنحط جبنة كشكوان، مش جبنة بارميزان مثلا أو شيء إيطالي، لا كشكوان. تمام، يعني بشاميل بلدي هذا. هذا بشاميل تركي. المهرة الأصيلة هيك اسم البروفايل بتحكي، للأسف ما بقدر أحضركم لأني مداومة. شوفينا على الإعادة. شوفينا على الإعادة حبيبتي. صدام أبو هلالة، صدام كان بحكي لنا عن تجربته قبل شوي مع الإبداع، هو مدرس في منطقة جنوبية.
وبيحكي صدام انه هو حول الصف تبعه بمجهوده الشخصي من صف يعني ذو امكانيات ضعيفه لصف كانه في مدرسه خاصه مدرسه مشاغبين على حد زي قصه فعلا لانه هي هيك على حد تعبيره يعني بيحكي يسعد صباحكم يسعد صباحك حابب اصبح على اخوان الشباب اللي حاليا بيحضروا فقره المطبخ على نار يعطيك العافيه وهذا مجهود يعني فظيع ولو الكل يعمل هيك طبعا لا اكيد لانه الشباب فيهم خير و بقدر الواحد يطور فيهم ويحسن فيهم وفقرة المطبخ يعني مش بس للستات يعني لا طبعا اكيد 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 الشباب لازم يتعلموا عشان لازم يساعدوا طبعاً. في شباب مغتربين عايشين لحالهم طبعا يعني هلا بنزيد الحليب تدريجي عشان ما يكبتل والحليب لازم يكون من درجة حرارة الغرفة ما يكون بارد اذا كان بارد دغري بكبتل لانه بارد مع سخن اوكي تمام بهيك وصفات بالعاده بتهتمي انه مثلا الحليب يكون كامل الدسم او خالي الدسم لازم يكون كامل الدسم عشان تمسك معي لازم يكون كامل الدسم هلا في ناس بيعملوها بخالي الدسم بس تطلع كثير مرقه اورايت يعني هي الدسم هو الدسم هو اللي بي او ممكن يكون الحليب البودره ممكن تستخدم حليب البودره ما في مشكله تطلعش والله زاكي لا اوكي ما بنصح لازم سائل لازم حليب سائل لا بودره بدهم يحطوا له سائل حتى لو استعملوه بزبطش لا قصدي الحليب يعني قصدي يكون من حليب من بودره مش يعني بزبط بس بيطلعش كثير زاكي صراحه لانه فيه طعمه بس امتها على النار شوي حركها وهلا البتنجان اللي حضرناه من قبل راح نحطه بالبشاميل هاي كمان جديده لانه بالعاده بالمطبخ الايطالي ما بيحطوها جوا في بروفايل زهره ايلول اسمه كي صباح الخير بعدك ما شلت الخصله اللي على اليمين هاي اللي طالع من هون من المره الماضيه علقت عليها والله مش عارف كيف اقسم بالله يعني هذا شوف احكي لك من محبتهم المشاهدين من محبتهم لك بيعلقوا عليك والله صدقني انا جاهز لكل اي تغيير على كل حال بس اي شيء مش عاجبكم انا بنبسط لما بيعلقوا لانه بعرف انهم مهتمين فيي وبهمهم مصلحتي عرفت حطيت عليه مي الصبح ولزقته والله انا متاسف هيك طلع معي هلا شايف كيف البشاميل هذا خميل مش زي البشاميل اللي بنعمله للصوص المعكرونه هذا بدنا اياه يضل هيك تمام عشان هلا بتشوف كيف بدنا نسكبه تقريبا هو جاهز تكون هلا لحمتنا استوت كمان صابرين ابراهيم بتصبح عليكي بتحكي صباح الورد والفل سلم على ايمان المبدعه وصل سلامك يسعدك يسعد صباحك هاي حطيت الجبنه مصطفى خنفر صباح الخير والله منوره وشو ما راح تسوي لنا اليوم طلع زاكي تسلم الله يخليك شايف هاي حطيت الجبنه اوكي شايف كيف خميل هو لازم يكون جامد تمام اوكي وهلا بدي احط البتنجان البتنجان قلنا شويناه على النار بعدين حطيناه بكيس نسكر الكيس هيك بننفخه بيطلع جلده بتطلع على طول تمام بيعرفوا الصبايا معظم الصبايا بيعرفوا كيف بنشوي بنخلط البشاميل مع البتنجان هذا الجزء الغريب شوي بالاكل لانه نحن ما بنعمل نحن كالعرب نعملها هيك وبجوز خلط هاي المكونات مع بعض شوي غريب بس لما يجربوها رح يحبوها كثير زاكيه رح ازق لها شويه حليب خلينا نفكر في المتبل هلا خلتنا هاي الوصفه نفكر في المتبل شوي المتبل زاكي كثير انا عملت لهم متبل ايراني مره وكثير كمان حبوه الصبايا متبل على حليب طيب رنيم جلال تحياتي للشيف المبدع لو سمحت بدي طريقه عمل كبه البطاطا باللحمه والله بنعمل لكم اياها لا ما عملت كبه عاديه بس كبه البطاطا زاكي كثير كمان بنعملها مع انه اتوقع انه الصبايا عملوها بس نرجع بنعملها كمان مره تمام معنا 6 دقائق لهي الطبخه تقريبا ايمان دون الوقفي تحكي صباح الورد منورين الشيف ايمان منوره شكرا لك ام اسامه اللي هي بتوقع على احلى برنامج تحكي شكرا لك شذى الحمود صباح الخير هيثم وشيف ايمان صارت جاهزه تطالب باعاده حلقه الكنافه او تعمل كنافه خشنه انت عملتي كنافه انا عملت خشنه وعملت ناعمه اوكي موجوده على اليوتيوب في مكان موجودين على اليوتيوب التنتين تمام. موجودين على صفحتي اذا بحب طيب شذى موجودين الكنافه الناعمه والخشنه موجودين على صفحه الشيف ايمان عماري او على اليوتيوب يا سلام بالمطاعم شايف عشان هاي الطنجره صح طنجره صاحبتي طلعت المي لبرا ما في مشكله نحن بنحب نطبخ واقعي لا هو لايف يعني ما فيش مجال طبعا بنحب نطبخ واقعي عشان الست تحضر حالها لاي شيء ممكن انه يصير معها هلا
شوف شو بدنا نعمل. هلا لحمة استوت تمام اكيد استوت عم تستوي ونحن بدنا نزيد لها بنزيد الفلفل الاخضر تمام عشان يستوي معها وبدنا نزيد الفلفل الاحمر وفي ناس بتحط لها حر اللي بحب يقدر يعملها حره ممكن هلا اخضر واحمر هون بس عشان اللون لا وعشان الطعم طبعا بفرق اوكي روان زاهر صباح الورد صباح الخير سناء يوسف مبدعه بتحكي لك شكرا لك حط البندوره الاء حسن ابراهيم صباح الخير احلى مطبخ شكرا يا الاء اكيد احلى مطبخ بوجود الشيف ايمان عرين عماري انت اليوم منورنا تقرب لك عرين طبعا انا في عرين بنت عمي وفي عرين كمان ثانيه بنتين بصبح عليهم هي هي جوزها عماري بسلم عليك وبحكي لك يسلموا ايديك بصبح عليهم كلهم ما في مشكله حطينا ملح وفلفل اسود احكي لك بس انت بتفضلي هلا رح اقلي البصل والثوم هون وازيدهم على الاكله تمام هلا في بنقدر احنا نقليهم كنا مع اللحمه بس انا حبيت اللحمه تستوي لحالها تمام فبدنا نقلي البصل والثوم و نزيدهم بس يتقلوا نزيدهم على اللحمه وبرضه بدي اتبلهم